نور، وصلنا لفقرتنا الأولى لليوم، يعني رح نروح هيك شوي لعالم الكورال وعالم الموسيقى القريب من قلب الجميع. رح نبقى هو العنوان يلي حملته الأمسية الغنائية اللي أحياها كورال سيدة الوادي بالمركز الثقافي بسويداء بمجموعة من الأناشيد الوطنية وأيضا الدينية. واليوم مساء رح يحيي الكورال أيضا بمسرح الحمراء حفلة مسائية أو أمسية مسائية بدمشق. لنعرف أكثر تفاصيل عن هي الأمسية معنا السيدة لينا خيشي، منشدة بالكورال. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. وسيد عامر شماس، عازف قانوني، يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. بالبداية خلينا نعرف أكثر عن أمسية رح نبقى نحكي عنها، وشو الرسالة اللي حاملينها من الوادي اليوم لتقدموها على مسرح الحمراء. هلا اللمحة عن الأمسية هي بعنوان مثل ما قالت رح نبقى. الرسالة هي رح نبقى، يعني رغم كل شيء رح نبقى نحن بسبب إيماننا بالبلد تبعنا، وإيماننا بمواهبنا، إيماننا بقدراتنا، إيماننا بمحبتنا كلنا يعني هون بالبلد لبعض، يعني من كافة المجالات، من كافة الاتجاهات، كلنا بنحب بعض ونتعاون وقت الأزمة بينت هيد القصص. يعني هي رسالة، يعني يمكن من خلال الكورال عم توجهوها لكل الأشخاص، من خلال اللحن والكلمة. نعم، يعني اللغة جديدة، غير لغة أنه أنا هدا بلدي ورح أعبر عن هالشيء باللحن وبالكلمة، لا بالعنف ولا بشيء تاني، بكل بساطة. أعتبر من هذا المنطلق أنه اللغة الوحيدة اللي معروفة عن جميع الشعوب وعن جميع الأديان والطوائف والمذاهب والأفكار هي الموسيقى. يعني الموسيقى بتلاقيها عند كل الأشخاص، بتوحد يمكن بالضبط الشعوب. الموسيقى بتوحد، فنحن من هذا المنطلق منصب كل طاقاتنا من ناحية الموسيقى بشيء يناسب هويتنا ويناسب هدفنا اللي احنا عم نشتغل مشانه. فمشان هيك نحن كمان في عنا فرادي متميزة بالكورال غير عن باقي الكورالات، أنه نحن نفسنا في عنا اكتفاء ذاتي من الكلام والألحان والتوزيع وحتى العزف. غير هيك في عنا نحن روح التطوع، يعني احنا اشخاص مجمعين مثلا من الجوقات، من الكنائس، من الكونسرفاتوار، كلنا سواء عائله وحده ومتطوعين مشان هذا العمل. احنا جايين حابين ابدا، ولا يعني هيك حابين الافكار اللي نقدم، عم نشتغل مشانها حابين نقدم. يعني نور وقت تكون في محبه بيطلع يمكن الشغل بطاقه مختلفه وجديده، بتستمتعي بالعطاء طبعا اكيد، وهي الطاقه يمكن تنتقل ايضا للاشخاص يلي عم يتابعوكم واللي عم يكونوا الجمهور والحضور يلي بيكون عم يحضر. اكيد هذا بيعطينا كثير طاقه، ونحن بننقل طاقتنا الايجابيه من خلال الموسيقى اللي نحن بنقدمها، وفعلا بنلاقي نحن وعلى الستيج بيكون مرسوم على وجه الجمهور قديش انه كثير مبسوطين. يمكن ميسان عم نشوف دائما خلال فتره الازمه قديش في يمكن اعمال ومشاركات عم نشوفها على الواقع على الارض لكثير شباب سوري نحن بنعتز وبنفتخر فيه، ان كان من خلال الجمعيات او من خلال المجتمع المحلي. هلا عفوا بتلاقي نحن بهالفتره ومن فتره 10 سنين، فتره يعني الحرب صحيح من بدايه الازمه، في كثير شباب وصبايا اتجهوا لقصص غير مقبوله اجتماعيا، وفي بالمقابل مجموعه شباب وصبايا اللي هو نحن يعني عين صغيره منهم اتجهوا لاتجاه ثاني اللي هو الكنيسه، التجمعات الحلوه، الموسيقى والكوره. يعني طلع من هذا الاتجاه اللي اختاروه الكورال يعبروا فيه عن حالهم ويطلعوا طاقتهم وقدراتهم. يعني شوي خلينا نعرف منك عامر، حضرتوا للأمسية أول كان عنكم بسويداء، كان عنكم أمسية وأيضا عنكم اليوم بالحمراء، كيف حضرتوا للأمسية؟ كيف اخترتوا لها أناشيد معينة؟ هلا عادة أنا مثل ما قلت لك سابقا أنه نحن بنكتب وبنألف وبنلحن الأناشيد حتى بنوزعها، يعني في عنا نحن بنوزع، يعني عنا اكتفاء ذاتي من جميع النواحي بهالموضوع. فعنا كذا اصدار، اول شغله نحن عم نشتغل من زمان كثير، يعني تقريبا من 2008 بلش تاسس الكورال، لهلا في عنا تقريبا فوق 3 اصدارات للسي دي، يعني في عنا كذا سي دي، بكل سي دي ما لا يقل عن 10 اناشيد نحن مشتغلينها. فنحن بنختار الاناشيد مثلا بحسب المناسبه، اناشيد جديده نحن عملناها بنحب نقدمها لانه في عنا جمهور خاص حافظ كل الاناشيد اللي احنا قدمناها، فبنعمل نحاول دائما نحن نعمل شيء جديد نتجدد.
لا كمل ما مشكلة. حاولنا يعني تقريبا قلنا قبل فترة منيحة عم نحضر لهي الكونسير وهدول الحفلات والأمسيات اللي بدنا نعملهم، نتدرب تقريبا اسبوعيا، عنا تدريب ثابت تقريبا. بس لما نقول ستلينا عم يحكي الاستاذ عامر، لما تكونوا انتم يمكن معنيين بكل تفاصيل العمل، دائما العمل مختلف، وفي مثل ما قلنا ببدايه حديثنا روح من المحبه، روح من الاخلاص المتفاني. لما يكون في تاليف والحان وكلياتكم عم تشتركوا، وقع هي التفاصيل على الناس، يمكن تكونوا اقرب للناس لما بتكون تجي غنية جاهزة لعندكم ولا انتم بتألفوها؟ لما نحكي عن شيء خاص، شيء عم نمر فيه من خلال الاغاني، من خلال هي الاناشيد، كيف بيكون وقع عليكم وعلى المتابعين؟ خصوصا عم يقول انه عندنا متابعين خاصين حافظين هي الاناشيد، فبينطروا منكم شيء معين اكيد. يعني بالمختصر بيقولوا لنا كأنكم بقلبنا. يعني نحن عبرنا عن شو هن بيحسوا، لانه نحن مثل بعض يعني حاسين ببعض، ان كانت النشيد ديني اللي هو مناجات الرب، يمكن نعطيهم طريقه كيف يتكلموا مع الرب بطريقه هيك غير المعتاديه، طريقه روحانيه بسيطه. وحتى في مجال الاناشيد الوطنيه كمان بنعبر عن في داخلهم وداخلنا بنفس الطريقه، فبيحسونا انه انتم حكيتوا اللي بقلبنا. يعني كان لكم العديد من المشاركات بالمحافظات و اكيد حتى برات سوريا كمان. برات سوريا شاركنا عروض يعني لا تعد بالاردن، عفوا بلبنان، وسن يعني قبل بسنتين تقريبا نحن على الاردن كان في عندنا تقريبا 5 عروض، ضلينا 5 ايام عم نقدم كل يوم عرض باماكن مختلفه بالاردن، منها جرش وعده مناطق اثريه ومناطق معروفه بالاردن. يعني قديش هذا الشيء بيعمل اضافه لكم؟ لانكم انتم مثلا متعودين انكم تقدموا لجمهور معين هو الجمهور السوري حتى بالمحافظات على اختلافها، ولكن وقت بتطلعوا برات سوريا وبتقدموا شيء بيعكس حضاره بلدكم ووطنكم بالضبط. كيف بتقدموها بابهى صوره؟ بأبهى صورة، يعني نحن بنشوف حالنا لما بيقولوا هذا كورال جاي من سوريا بيكونوا مبسوطين العالم كثير، فبيقولوا هذا كورال من سوريا، بتكون مفاجأة مجرد انه من سوريا. هذا رد فعلنا كيف بيكون؟ يعني انتوا عندكم متابعين بقلب الشام مثل ما عم نقول بقلب البلد، بس رد فعل الاخر لما نقول صراحة اول جملة في ظروف حرب استثنائية انه انتوا فاضيين لهذه القصص، فاضيين لك انه انتوا عندكم حرب وانتوا يعني عانيتوا كثير، انتوا كيف قدرتوا تلحقوا؟ كيف تقدروا تعملوا؟ نلحق على كل شيء نلحق على كل شيء. نحن يعني بصراحة قالوا لنا انه كيف شخص انه مر بكل هالظروف وكانت البلد بأسوأ أوضاعها وانتم هسه قادرين تخلقوا موسيقى، قادرين تخلقوا لغة جديدة. هي افضل رسالة او هي الرسالة الحقيقية اللي عم تحاولين. الألم بيطلع اللحن، بيطلع الكلمة بطريقة شعرية على فكرة. واي شخص بالحياة يعني ما شرط يكون شاعر، يمكن مجرد انه يتألم شوي تطلع منه كلمة حلوة ولحن عن مشاعره. يعني نحن مثل في كثير قصص وعالم بالحرب التجأت انه عالم يأست، عالم تعبت، هذا ما بننكر هو شيء كان كثير جدا صعب، بس نحن حاولنا هذا الشيء نحوله بطريق اخر، يعني حاولنا نستفاد منه انه مثل ما بيقولوا من رحم المعاناة يولد الامل، فالتجأنا لبعض. نحن شعارنا بلبل منفرد لا يصنع ربيعا. بالضبط. يعني نحن المميز للكورال عندنا هني شغلتين، الجماعه، روح الجماعه والانضباط. فنحن كنا نلجأ لبعض، هذا يعطي كلمه، هذا يعطي كلمه، نألف نشيد، يجي مثلا سيدنا هو يحط اللحن، الاستاذ فادي هو اللي يوزع، وهكذا تطلع معنا القصص. روح الجماعه بتصنع دائما تميز وابداع، دائما الانسان بيقول انه بالجماعه والتوحد الانسان بيقدر يوصل للهدف بطريقه صحيحه ويتحدى كثير صعاب. ما تعملي 20 بطيخه لحالك، مين يساعدك؟ طيب على اختلاف الاشخاص الموجودين بالكورال، يعني عرفنا انه انت عم تدرس طب ولكن ايضا عازف، كل شخص له مهنة أو دراسة معينة، ولكن توحدتوا بالكورال تحت اسم منشد أو عازف، خبرونا عن هذا التناغم بيناتكم. تحكي لنا عامر. هلأ بصراحة نحن الكورال كمان في إشياء كثير بتميزه أنه يحتوي على الأقل 5 أجيال. يعني في عنا العازف الأورج اللي هو رئيس الفرقة تبعتنا المايسترو، معه ابنه بالكورال، يعني هو قديش له من زمان، حتى ابنه كبر وعلمه عنا صار معه ابنه. الكورال اجيال عندنا متجدده، بتلاقي من الصغير للكبير، يعني حتى في مره طلعنا من الكونسير كان في معنا عازف رق تقريبا صف 8 وفي معنا مثلا شخص عمره 50. فهذا اللي بيميز كورال لانه بيكون في خليط من جميع الفئات العمريه. هذا يمكن اللي لفت نظرنا بالبدايه لما نستضيف الست لينا وحضرتك، انه هذا التمازج يمكن عم نقول الاجيال مختلفه، قديش يمكن في رساله انه يمكن شو ما اختلفت الظروف، شو ما اختلفت البيئات، شو ما اختلفت الاجيال،
في لغة تجمعنا هي لغة المحبة، مثل ما قلت لغة الموسيقى والشعوب، من خلالها ممكن الواحد يعبر ضمن الظروف الاستثنائية الصعبة بطريقة صح، بعيدا على كل شيء تعرض له. فاليوم هي يمكن رسالة عم تحبوا توجهوها لكل الناس، وممكن تورثوها لأولادكم، يعني عم نشوف أجيال موجودة إنه أولادنا كمان ممكن يكونوا بقلب الكورال. يعني أولادنا بيشوفوا الكورال مو بس مجرد كورال بيقدم أناشيد وبيطلع هيك على المسرح وكذا، بيشوفوا عيلة. كتير نحن بهالظروف وبهالأوقات مو بس من 10 سنين حرب، يعني بشكل عام نحن محتاجين لروح العيلة، والكورال ببساطة هو عيلة، عائلة كبيرة. يعني هذا الشيء بيميز انه في من كل الأعمار، كيف بالعيلة بالبيت البي كبير، الجد والست والأحفاد، بالصدق هيك يعني الكورال هو هيك. ودائما يمكن بصير تشوف العائلة أيضا انه في وقت لهذا الشيء للكورال، في وقت من نهاركم من أسبوعكم مخصصين له، فبصير حالة احترام وحب لهذا الوقت يلي بتمضوه مع هذول الأشخاص. نحن هذه العائلة بتلتقى يوم الخميس بالتدريب كل يعني نهاية الأسبوع مثل أي بيت، عن جد بنعتبره ترفيه لإلنا، يعني سعادي إنه نحن بنلتقي كلنا مع بعض ومشتاق لبعض. يعني أوقات الأمسيات والتدريب وهيك نحن بالأصل مع بعض بنضل حلو. حتى لما عم تحكوا عن الكورال عيونكم عم تلمع، يعني أنت عم تحكي عم تقولي هيدي عائلة بنجتمع مثل أي بيت خميس وجمعة، في تعابير صادقة عم تكون، فهي يمكن الرسالة الجميلة. مأمنين إنه في عنا نحن رسالة، واللي هي أهم رسالة السلام. نحن يعني عم نسعى على وجه الخصوص أنه نحن ننشر ثقافة السلام من خلال الموسيقى. الشخص عنا إيمان أنه الشخص الموسيقي والشخص اللي بيحب الموسيقى شخص ما بيأذي، فنحن من هذا المنطلق عم نغذي هاي الأفكار، عم نغذي هذا الإيمان، نحن بالموسيقى قادرين نعمل أي شيء. إن شاء الله السلام والروح الحلوة بتوصل من خلال أصواتكم لكل الناس. فينا نسمع شيء من الأناشيد اللي تحضروا لنا إياها؟ نحن نرجع تمام. راح يرجع يتعمر بلدي، وراح ترجع البيوت ويصدح صوته العالي الأبدي، الحق ما بيموت. راح نرجع نكتب أشعار وليل بلادي يصير نهار، ونغني ويحلى المشوار ويضحك شجر التوت، ونغني ويحلى المشوار يضحك شجر التوت. أمل كتير بتعطوه من خلال عن جد، يعني فيها أمل كلماتها حتى موسيقى تقريبا للقلب. صدى هيدي الكلمات كمان تأليفكم ألحانكم؟ هي الكلمات كلها هي اللي عم نسمع، يعني في كلمات معبرة وفي صدق بالمشاعر، وحتى الكلمات مش نحن عم نحكي عن كلمات عابرة، في رتم معين، في رسالة حتى من كل نشيد أو عم تحبوا توصلوه. مثل ما قلت لك بالبداية نحن بنكتب الشيء اللي بنتمنى يصير، والشيء اللي منآمنين فيه انه رح يصير، والشيء اللي نحن عصبنا منه تضايقنا منه. يعني وقت اللي بنقول نحن تضايقنا من هذا الشيء اللي صار، خلينا نقول بالكلمه وباللحن، ومتمنى يصير شيء كمان بالكلمه وباللحن. نحن طماعين. فينا نختم معكم بغنيه اخرى؟ فينا نسمع شيء ثاني وطني يعني كمان شو ده ثاني اي شيء بالختام؟ خلينا نقفل معكم في وطني بأراضينا. أراضينا بأراضينا رح نبقى ونبني فيها كل شي جديد، ننسى البعضي أنا وولادي وبالأسرار نزيد. بأراضينا رح نبقى ونبني فيها كل شي جديد، ننسى البعضي أنا وولادي بالأسرار نزيد، ننسى الماضي أنا وولادي وبالأسرار نزيد. سوريا 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 يحمي سوريا ويحمي كل ألف
السوريين وعلى الشباب السوري يلي كله طاقة، وإن شاء الله بتوصل أصواتكم لكل الناس، توصل هالمحبة وهالسلام يلي جواتكم وجوا أصواتكم. شكراً كثير لكم. بس بحب أضيف شغلي أنه الكورال له 11 سنة متأسس ببركة سيادة المتروبوليت باسيلوس منصور متروبوليت عكار، وبرعاية وإشراف مباشر من المطران إيليا طعمي مطران الوادي، هو اللي بيدربنا بشكل مباشر، يعني هو اللي بيتعب معنا. وله 11 سنة يعني من 2008. بنتمنى أنه يستمر بدعواتكم وبمحبتكم بمحبة الجمهور يلي بيحضرنا، ونحن بنطلب كمان أنه يدعي لنا نستمر إن شاء الله يا رب. وبتعرفوا الشباب اللي عم بسافر عم نخسرهم بالكورال، بس اللي عم يتجوزوا عم يجوا هنين أولادهم. هي أهلا شي بتكبر العيلة بتكبر العيلة يعني أكيد. عم نلاقيها من طرف أكيد. يسلم تمكن على هالأصوات الجميلة والأغاني المعبرة اللي بتلامس الروح. نتمنى لكم التوفيق بجميع خطواتكم، مو فقط على مستوى الوطن العربي، إن شاء الله على مسارح العالم بتكونوا موجودين. وتحيتنا لكل كورال سيدة الوادي، لأنه كثير كتار نتمنى الكل يكونوا معنا. في كذا فكرة نطلع برا بس نحن عم يحضرونا الكورال، بنقدم لهم تحية بنقول لهم صحيح إنه بس خمسة دقايق يعني شوي بعيدين، بس كثير اشتقنا لهم. شكرا كثير. إن شاء الله يا رب الله يوفقكم، بتمنى لكم كل التوفيق اليوم. إن شاء الله تكون الأمسية جميلة، وبندعي كل الأشخاص إنه ينضموا لكم على مسرح الحمراء ليشاركوكم اليوم بالأمسية. شكرا كثير لكم، أهلا وسهلا فيكم. شكرا لكم.